ويجسد انعقاد أعمال الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأهمية التي توليها دول المجلس لاستمرار مسيرة الخير التي يمثلها. كما تمثل القرارات التي تنتج عن الاجتماع الدور الكبير للمجلس في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة والتي ستصب في مصلحة المنطقة والشعوب، علاوة على دورها في تعزيز العلاقات الخليجية. مفيدنا إلى دولة الكويت والتفاصيل. انعقدت أعمال القمة الخليجية 45 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ونيابة عن جلالة الملك المعظم، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة بحضور أصحاب الجلالة وأصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون. وقد أكد قادة دول مجلس التعاون أهمية هذه اللقاءات التي تعزز من تلاحم وتقارب أعضاء دول المجلس، مؤكدين أن القرارات الناتجة عن هذا الاجتماع ستصب في مصلحة الدول وشعوبها، وستحقق المزيد من التعاون في جميع المجالات، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع دول المجلس، مما تؤكد استمرارية العمل الخليجي المشترك. هناك الكثير من القضايا التي تهم الجانب الخليجي، ولعل من أبرزها هي الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي الآن لا يقل أهمية عن الجوانب السياسية، وبالتالي يعتبر الاقتصاد موجه للسياسة على مستوى دول العالم أجمع. هناك الكثير من القضايا الاقتصادية التي يجب أن تأخذ حيز كبير من اهتمام قادة دول مجلس التعاون، ولعل من أبرزها الاتحاد الجمركي وكذلك البنك الخليجي، البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي، والعودة إلى ما تم طرحه في السابق وهو وجود عملة خليجية موحدة يمكن من خلالها أن ندعم الاقتصاد الخليجي وقوة ومتانة الاقتصاد الخليجي. وناقشت القمة المستجدات الإقليمية الدولية في المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وضرورة تحقيق السلام العادل الشامل في دول المنطقة والعالم. ويعكس اجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التطلعات المشتركة بما يعود بالنفع والخير على دول المجلس، ويؤكد استمرار المسيرة المباركة لدول الخليج لما تجمعهم من وحدة تاريخية وأخوة وتعاون على الأصعدة كافة. الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي هي روابط قوية جدا، سواء على الروابط التي تجمع الشعوب أو الروابط التي تجمع الأسر الحاكمة في دول الخليج. لذلك يجب أن تستغل هذه الروابط التي لا تمتلكها أي منظمات أخرى تختلف عن 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 دول مجلس التعاون الخليجي. كثير من القضايا وصلنا إلى كانت المسيرة تعاون، والآن وصلنا إلى التكامل. إن شاء الله أن يكون المستقبل تكامل في جوانب أخرى متعددة إلى أن نصل إلى ما كان يطرح في السابق وهي قضية الاتحاد، وأن تصبح دول الخليج كيان واحد. هناك كثير من القضايا السياسية التي تتطلب أن يكون هناك رايا خليجيا موحدا، هي في النهاية دعم وقوة إضافية سياسية في العلاقات الدولية مع المنظمات الدولية الأخرى ومع الدول المختلفة. ويأتي حرص قادة دول مجلس التعاون على دعمهم الثابت لمسيرة دول المجلس والحفاظ على وحدته وتماسكه، تأكيدا على قوة المنظومة الخليجية، حيث أصبح مجلس التعاون مركزا ومحطة مهمة لمختلف دول العالم، حيث عزز مكانته الإقليمية وأكد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
تتميز العلاقات بين دول مجلس التعاون بالرؤى المشتركة في المجالات كافة، والتي تؤمن بفكرة المصير الواحد والهدف الواحد لما يجمعهم من مبادئ مشتركة، عززت التعاون بين دول المجلس على جميع الأصعدة. وعززت هذه العلاقات المتجذرة حضور الدول في مواجهة كافة التحديات والمتغيرات التي تواجه المنطقة بفضل المستوى المتقدم للعلاقات، والتي بنت أساسا قويا للتعاون لما فيه مصلحة الدول الأعضاء وشعوبها. محمد يوسف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.